ما هو جنون البقر؟ إن مرض جنون البقر أو بالإنجليزية mad cow disease هو أحد الأمراض الخطيرة القاتلة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي عند الأبقار، والعامل الذي يسبب هذا المرض هو جزيء بروتيني معدن يسمى البريون، حيث يسبب اضطرابا وخللا في الجهاز العصبي، كما يدمر هذا المرض أجزاء من الدماغ والحبل الشوكي، فيمتلئ الدماغ بالثقوب والفجوات الدقيقة، حيث يصبح شكل الدماغ أشبه ما يمكن بالإسفنج، ولذلك يعرف هذا المرض طبيا باسم الاعتلال الدماغي الإسفنجي، واختصاره BSE بوفين سبونجيفورم أونسيفالوباثي. ومرض جنون البقر هو من الأمراض المزمنة، حيث له فترة حضانة طويلة تتراوح من 30 شهرا إلى 8 سنوات، كما أنه يتطور ببطء ويدوم فترة طويلة. يسبب هذا المرض للأبقار تغيرات سلوكية وحركات لا إرادية واضطرابات وارتجافات وتهيج إلى أن ينتهي بها إلى الموت، حيث يعتبر مرض جنون البقر من الأمراض التنكسية التي إذا ما أصابت جسم الكائن الحي أدت إلى تدهور تدريجي مع مرور الوقت في وظائف الأعضاء فيه. وهذا المرض يصيب في الغالب الأبقار البالغة التي تتراوح أعمارها من 4 إلى 5 سنوات. يعتقد بعض العلماء أنه يمكن لمرض جنون البقر أن ينتقل إلى الإنسان في حال تناوله للحوم الأبقار المصابة، حيث ينتقل هذا المرض إلى الإنسان بنمط جديد يعرف بداء جاكوب. وقد وجد بعض العلماء دلائل ترجح أن هناك ارتباطا بين المرضين، ولكن قد يكون كل من المرضين مستقلا عن الآخر. مرض جاكوب هو مرض تنكسي قاتل يصيب الجهاز العصبي المركزي عند الإنسان ويسبب له الموت في فترة قصيرة، فغالبا لا تتجاوز العام، وأعراضه مشابهة نوعا ما لأعراض مرض جنون البقر، ويوصف هذا المرض بأنه النسخة البشرية من مرض جنون البقر. لقد تم تشخيص هذا المرض لأول مرة عند بعض الأبقار في بريطانيا سنة 1986، ثم ظهر هذا المرض وانتشر في مناطق ودول أخرى في أوروبا والعالم، وقد أدى هذا المرض الذي ظهر في منتصف الثمانينيات إلى أزمة اقتصادية عرفت باسم أزمة جنون البقر، وتسببت بتدهور وانهيار سوق تجارة لحوم الأبقار في البلدان التي ظهر فيها مرض جنون البقر، وخاصة بريطانيا، حيث توقف المستهلكون عن شراء اللحوم المستوردة من تلك البلدان التي انتشر فيها ذلك المرض. كما أن بعض الدول كفرنسا قد حظرت استيراد لحوم الأبقار من بريطانيا، وفي سنة 1996 قام الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد لحوم الأبقار من بريطانيا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وانهيار سوق الأبقار فيها.